بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم كوسة بالخضار، وصفة صحية سريعة سهلة. ممكن اشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نشوف طريقة التحضير. كيلو كوسة، غسلت الكوسة وقطعتها، حطيتها بالمصفاي حتى تصفى من المي. قطع الكوسة تقطيع متوسط أو تقطيع صغير. حط الكوسة بالطنجرة، بتصير بزيت الزيتون والبصل والخضار والثوم، وبتصير بلحمة. كوب من المي، ربع كوب زيت الزيتون. ممكن تحط زيت الزيتون حسب رغبتكم، لأن في ناس تحب زيت الزيتون كتير، ناس قليل، ناس وسط. الملح حسب الرغبة. الملح بيساعد إن الكوسة تدبل بسرعة، تستوي بسرعة. بحطها على النار، إذا نقصت المي بزيت مي، إذا نقص الزيت بزيت زيت. حط الخضار بقليه على النار، كوب جزر مبشور، ثلث كوب بصل، 5 سنتوم، نص كوب فليفلة حمراء، كوب فليفلة خضراء، ربع كوب ناقص شوي زيت الزيتون. حط الخضار بالمقلاي كله مع بعض، ما في مشكلة. ملح حسب الرغبة. بهارات الكاري رشي، ربع ملعقة فلفل، فلفل أسود، فليفلة حمراء ربع ملعقة، ملعقة كبيرة دبس فليفلة. دبس الفليفلة يعطي طعم طيب للأكل، سواء كان الأكل بزيت الزيتون أو باللحمة. بحطها على النار حتى تستوي الخضار. حطيت الكوسة على النار، لسه ما استوت الكوسة، فيها مي، لسه فيها مي. الكوسة بتطالع مي من حالها، بلفح الخضار لحالها. بس تستوي الكوسة، حط الخضار فوق الكوسة. بقلي الخضار على النار، تستوي تقريبا بعد 10 دقائق أو ربع ساعة. إن شاء الله منظر الخضار حلو. استوى الجزر والخضار والفليفلي، طفيت النار. كل ما زادت الكمية زاد وقت الطبخ، زاد وقت النضج. كل ما زادت الكمية بياخد وقت أكبر حتى يستوي. استوت الكوسة، مي بس شوي. حط الخضار اللي عملتها فوق الكوسة، حرك الخضار مع الكوسة. أكل الخضار كتير طيب وخفيف. بالنسبة للبهارات، حط البهارات اللي بتحبوها، الكميات اللي بتحبوها. حط ربع ملعقة نعناع ناشف، أقل من ربع ملعقة زعتر أخضر، زعتر أخضر اختياري. حرك، حط فلفل أخضر، فلفل أحمر. ممكن مضاعفة الكميات. طبق الكوسة بالخضار صار جاهز، جربوه طيب كتير، حبوه الكبار والصغار. طبق صحي، سهل، لذيذ، وجبة كاملة متكاملة، بروتين، خضار، طبق بلحمة، طبق بدون لحمة، 2 طيبين. جربوهم، لما بحتار شو بدي أعمل الخضروات بعملهم كوسة بالخضار أو بطاطا بالخضار، فاصولية بالخضار، باذنجان بالخضار، ممكن بلحمة، ممكن بدون لحمة. طبق صحي بينفع للدايت والريجيم، وجبة كاملة متكاملة، كمل السفرة. ممكن تاكل جنب الطبقين رز، ممكن بدون رز حسب الرغبة. ممكن تاكل جنب فجل، جرجير، بقلي، شبت، رشاد، أي خضار بتحبوها. سهلة بسيطة، ما بتاخد وقت كبير على النار. تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع لرمضان. جربوها طيب كتير. جزاكم الله خيراً.